اهلا وسهلا بكم معايا في الجزء الخامس من تفعيل الطاقه الايجابيه للصحه والسعاده. انا شريف المغربي، والمحاضره دلوقتي اللي احنا هنتكلم فيها دلوقتي زي ما قلنا عن ازاي ان احنا نقدر ان احنا نطبق بقى المهارات دي بتاعت البيرما، اللي هو نموذج البيرما بتاع دكتور مارتن سيليجمان، ونقدر ازاي ان احنا نستفيد اكتر من القدرات بتاعتنا في العمل ونعلي من الانتاجيه ونعلي من الايجابيه. انتوا شايفين السلايد ده هيفكركم بالسلايد اللي احنا شفناه في الاول خالص بتاع الجسر، نفس الفكره. انا بس بفكركم، هو دلوقتي عندنا العماره اللي هي متكسره دي، وعندنا برج العرب بتاع دبي. لو احنا عايزين ان احنا نصمم ونبني عماره حلوه جدا، هندرس العماره المكسوره ولا هندرس العمارة اللي هي ثابتة وصامدة؟ انا بس بفكركم تاني عشان نقول ان افتكر دايما التركيز على الايجابية، البحث عن وتطوير نقاط القوة والقدرات. هنفتكر تاني وثالث ورابع وخامس عشان نحاول ان احنا بس فاكرين في التمرين اللي احنا عملناه بتاع خمسة اشياء جيدة، لما قلنا ان الممارسة البسيطة دي ممكن ان هي تبتدي ان هي تعيد البوصلة بتاعتنا، يمكن عشان نبتدي نبص ونركز على النقاط الايجابية. فهو ده الموضوع. دي من ادوات علم النفس الايجابية البسيطة جدا جدا اللي احنا ممكن ان احنا نبتدي نطبقها من النهاردة، وهي سهلة جدا وانا هوريكم الفرق. انا ممكن، هي اسمها شكرا لي انا اقدر. حلو. انا ممكن ان انا في اخر المحاضره اللي انا مثلا بعملها في مؤسسه معينه او منظمه معينه، ممكن اقول شكرا سلام عليكم، او ممكن حتى في اخر الدوره التدريبيه دي ممكن اقول لكم شكرا سلام وامشي، وممكن اقول شكرا لانتباهكم وشكرا لجهدكم، وانا مقدر ان انتوا اخذتوا ساعتين ونص او ثلاث ساعات من وقتكم عشان ان انتوا تحاولوا ان انتوا تفعلوا الطاقه الايجابيه، عشان انتوا بتحبوا نفسكم وعايزين ان انتوا تعلوا من الصحة بتاعتكم، وعايزين ان تعلوا من السعادة بتاعتكم. وانا فعلا مقدر ان الموضوع يمكن كان صعب شوية، في نظريات شوية وفي تطبيقات شوية وتمرينات مش سهلة، بس في الاخر انا فعلا فعلا مقدر ان انتوا خدتوا الوقت والجهد ان انتوا تعملوا الموضوع ده، عشان ده بيثبت ان انتوا فعلا عايزين ان انتوا تعلوا من الطاقة الايجابية في حياتكم، وعايزين تعلوا من الصحة والسعادة في حياتكم، ويمكن مع في المهنه في العيله في كذا في كذا في كذا. شفتوا الفرق ما بين ان انا اقول شكرا سلام، وان انا اقول شكرا لكذا وكذا وكذا، وانا مقدر 1 2 3 4 5 6 7 8 9. الطريقه دي بتاعه التواصل مع الناس، وان احنا نحاول ان احنا نصمم طريقه الشكر بتاعنا وطريقه التقدير بتاعنا للناس، لأطفالنا، لشركائنا، لزملائنا، حتى لمدراءنا، أي حاجة من الحاجات دي بتفرق جدا 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 في الإنتاجية وفي الإيجابية. فأنا بس بحاول إن أنا أشارككم حتة أدوات علم النفس الإيجابي دي، عايزكم إن أنتوا تبتدوا تطبقوا الموضوع ده. شكرا لكذا كذا كذا، أنا مقدر كذا كذا كذا. حاولوا وشوفوا الموضوع هيفرق معاكم إزاي. طيب، ادي ادوات علم النفس الايجابي اللي احنا اتكلمنا عنها، وازاي بقى دلوقتي هناخد كل الحاجات اللي احنا اتعلمناها دي ونحاول ان احنا نلخصها في ست حاجات نقدر ان احنا نبتدي ان احنا نطبقها في العمل. فاول حاجه قلنا هي التواصل مع الفريق. حلو. خلينا نبتدي بالتركيز على نقاط القوة، عشان لما نعرف تركيز نقاط القوة ونعرف القدرات بتاعتنا ونعرف الكفاءات بتاعتنا ونعرف احنا طبيعيا بنقدر ان احنا ننجز في ايه ونقدر ان احنا نبقى فعالين في ايه، هي دي التركيز على نقاط القوة. بعد كده بنتواصل مع الفريق، بعد كده بنقول طيب يا فريق العمل، ادي الحاجات اللي انا كويس فيها، انا كويس في التأقلم، وانا كويس في الانضباط، وانا كويس في الانجاز، وانا كويس في الابداع. طب انت كويس في ايه؟ والله انا كويس في المشاركة، وكويس في القيادة، وكويس في التواصل. طب انت كويسه في ايه؟ والله انا كويسه في الترابط، وكويسه في التعاطف. حلو قوي. يبقى احنا لما بنعرف القدرات بتاعتنا وبعد كده بنتواصل مع الفريق، الكلام ده كله ايه؟ بيساعد على الانتاجيه وبيساعد على الايجابيه.
تالت حاجة هي حتة ايه؟ التخطيط. اللي انا بحاول اقوله حتة التخطيط ايه؟ ان احنا ممكن في اول اليوم بتاعنا كلنا عندنا اللي هي بيسموها القائمة بتاعت الحاجات اللي احنا عايزين ننتجها، اللي بيسموها ايه؟ التو دو ليست. التو دو ليست المشكلة ان هي فيها عليها حاجات ساعات بتفضل بقى ان هي ايه؟ طب بكرة، طب بعده. انا مرة ساعات بيفضل حاجات على التو دو ليست بتاعتي بتقعد شهر، شهرين. طيب احنا في اول اليوم عايزين بس نحدد كده ربع ساعة في أول اليوم من غير ما يبقى في عندنا أي حد مثلا على السوشيال ميديا أو أي إيميلات أو أي تليفونات أو أي حد ممكن إن هو يجي في الفترة اللي إحنا عايزين نركز فيها دي، ربع ساعة ونكتب أنا النهاردة حنجز، ونخطط يعني أنا النهاردة حنجز 1 2 3 4 5 6 7، أنا النهاردة حنجز الحاجات دي. التخطيط ده في اول اليوم بيعلي جدا ايه؟ درجه الانتاجيه بتاعتنا. فهي بيسموها حته ان احنا بس بناخد ربع ساعه في اول اليوم عشان نخطط احنا عايزين ننجز ايه في اليوم ده، مش تو دو ليست، ده غير التو دو ليست. بعد كده عندنا دعم وتقدير محدد ومستمر. ده بالنسبه لشكرا لانا اقدر. انا مش بعمل الموضوع ده مره واحده ومش بعمله مع شخص واحد، انا بعمله كتير وبعمله مع ناس كتيره، وبعمله مع زمايلي ومدرائي وعيلتي وشركائي وشريكه حياتي واطفالي، كل الناس دي. شكرا له انا اقدر. دعم وتقدير محدد ومحدد ومستمر. ثانك يو، شكرا لكذا انا مقدر كذا، شكرا لكذا انا مقدر، هيفرق جدا 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 في حياتي. توافق المهمه او الوظيفه مع القدرات. توافق المهمه او الوظيفه مع القدرات دي برضو مهمة جدا، وزي ما قلت انا بتعاطف مع المؤسسات والشركات ان يمكن مش سهل الموضوع ده، ويمكن مش سهل عشان هم اصلا مش عارفين قدرات الموظفين بتاعتهم ايه، او يمكن الموظفين مش جايين بيقولوا والله انا كويس في كذا وكذا وكذا وكذا، وانا الاداء المثالي بتاعي هيبقى في الحتة دي. ما هو لو الموظف عارف مش هيساعد الشركة او المؤسسة ممكن ان هي تستثمر وتعمل موضوع القدرات. بس اللي انا عايز اوصل له ايه؟ ان لو في مرونة شوية في المؤسسة، او في حتة كمان اللي هم بيسموها الـ entrepreneurial mindset، اللي هي العقلية بتاعت رواد العمل او العقلية بتاعت اللي هم الـ startups، ممكن ان احنا نعيد التوافق المهم، ممكن ان احنا نعيد رسم المهام او تصميم المهام على اساس ان هي تتوافق اكتر مع القدرات بتاعت الموظفين، مش ان احنا نفصلهم، لا، احنا ممكن ان احنا يبقى عندنا زي ما قلت المرونة والشجاعة في القيادة ان احنا نحرك ناس في المؤسسة، نعيد الهيكل بتاع المؤسسة، نقول لا الشخص ده قدرات بتاعته كذا، الشخص ده يمكن هيبقى انتاجه اعلى في الحتة دي، والشخص ده لو جبناه في الحتة دي الانتاج بتاعه هيبقى اعلى في الحتة دي. هو ده معنى توافق المهمة او الوظيفة مع القدرات. واخر حاجة هي تثبيت العادات وليس الاهداف فقط. ده معناه ان احنا يعني انا لما مثلا بحتة الانتاجية، حتى لو نرجع تاني لحتة مثلا المهارات والافعال الايجابيه، ان انا ممكن لو جيت قلت والله انا من 4 5 سنين كده كنت عايز اخس 10 كيلو، فكان ده هدف بالنسبه لي، نفسي اخس 10 كيلو، نفسي اخس 10 كيلو، وكنت بحاول ان انا اعمل الموضوع ان انا بلعب رياضه وبظبط نظام التغذيه بتاعي، بس ما كنتش قادر ان انا اوصل للهدف ده. فنفس الحاجه في الشغل، ان احنا لا، انا جيت قلت خلاص انا هعيد الروتين بتاعي، ويمكن هخلق عادات جديدة، العادات دي هتبقى عادات صحية في نمط الحياة بتاعي، ومن خلال العادات دي الهدف هياخد يعني هيحصل لوحده. وده اللي حصل فعلا بعد 4 5 أشهر، ظبطت الأكل بتاعي، نظام التغذية، وظبطت الرياضة بتاعتي، كنت بشرب مية أكتر، وقللت من الأكل المصطنع والفاست فود وكل الكلام ده، ونسيت الهدف. لقيت إن أنا عشان ظبطت العادات دي الهدف حصل لوحده. فتعالوا نعمل الموضوع ده في حياتنا، تعالوا نعمل الموضوع ده في شغلنا، تعالوا نعمل الموضوع ده حتى مع فريق العمل بتاعنا. فادي التطبيق بتاع الادوات علم النفس الايجابي في العمل عشان نعلي من الانتاجيه ونعلي من الايجابيه في بيئه العمل بتاعتنا. زي ما قلنا هنعرف الاول نقاط القوه والقدرات بتاعتنا ونركز عليها، هنتواصل مع الفريق، هنفتح التواصل مع الفريق، وهيبقى فيه مشاركه عشان العلاقات الاصيله زي ما قلنا، وهنشارك في الخبرات ونشارك في العلم ونشارك ونبقى عايزين الخير للاخرين. هناخد فتره في الاول اليوم عشان نخطط ايه الحاجات اللي احنا عايزين ننجزها. هيبقى عندنا الدعم والتقدير المستمر والمحدد مع زملائنا، مع شركائنا، مع مدراءنا، كل الكلام ده. هنحاول ان احنا كمؤسسه او كموظفين يبقى فيه توافق بين المهمه
توافق المهنة سوري أو الوظيفة مع القدرات بتاعتنا الطبيعية عشان نبقى في الحالة بتاعت الانسجام أو الاستغراق أو الانهماك دي. وآخر حاجة هنحاول إن احنا نثبت عادات اللي هي بيسموها حتى في الثقافة بتاعت بيئة العمل، إن احنا من خلال الطقوس اللي احنا بنعملها دي أو من خلال الاجتماعات اللي احنا بنعملها أو من خلال حتى العادات اللي احنا بنعملها الإنتاجية كلها هتعلى. فهي احنا بنثبت عادات وليس أهداف. فهي دي أدوات علم النفس الإيجابي عشان نعلي من الطاقة الإيجابية والإنتاجية في بيئة العمل. وأنا بحب المقولة دي بتاعت رالف مارستون اللي هو بيقول فيها أن تكون إيجابيا في حالة سلبية ليست سذاجة إنها القيادة. تاني، أن تكون إيجابيا في حالة سلبية ليست سذاجة إنها القيادة. وده يمكن ملخص تاني بنقول عليه ان احنا الفكرة اساس الكيان. احنا بنقدر ان احنا نختار ايه الافكار اللي احنا عايزين الطاقة العقلية بتاعتنا او الطاقة الذهنية بتاعتنا عايزين نركز في ايه. دايما في حاجات حوالينا هتبقى صعبة، صعوبات حتى في شغلنا في حياتنا. احنا عندنا المقدرة ان احنا من خلال الوعي الذاتي اللي اتكلمنا عليه كل الكلام ده، ان احنا نقدر ومن خلال الافعال الايجابية والمشاعر الايجابية ان احنا نقدر ان احنا في حالة سلبية ان احنا نفضل ايجابيين. وهو بيقول لك دي مش سذاجة، هي دي القيادة. ان تكون ايجابيا في حالة سلبية ليست سذاجة انها القيادة. طيب احنا كده وصلنا للمحاضرة اللي هي اخر المحاضرة اللي هي خاصة بتاعت المهارات الايجابية في العمل. وعايز اشكركم تاني لانتباهكم، وانا مقدر جدا ان يمكن الجزء بتاع العمل ده كان في تعمقنا شويه اكتر في الحته العلميه بتاعت علم النفس الايجابي ودكتور مارتن سيلجمان ونموذج بيرما والقدرات والتعرف على القدرات والاسئله بتاعت القدرات. بس الحاجات دي كلها مهمه جدا عشان يبقى في تناسق ما بين الاجزاء الاوليه اللي هي بتاعت العقل والقلب والجسد، وازاي احنا يعني كاشخاص عندنا المسؤوليه ان احنا في دائره التحكم بتاعتنا نقدر ان احنا نتحكم في الحاجات دي. طب ازاي بقى نقدر نجيب الحاجات دي لبيئه العمل بتاعتنا ونعلي من الإنتاجية ونعلي من الإيجابية. شكرا لانتباهكم، واشوفكم في المحاضرة اللي جاية اللي هي هتبقى المحاضرة الأخيرة. وإن شاء الله تكونوا استفدتوا من الدورة التدريبية دي، واشوفكم في المحاضرة اللي جاية.